الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ونوع لهم الأعمال الصالحة، ويسر لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا من تلك الجنات نزلا، وسهل لهم كل سبيل وذلل لهم سبل الطاعات ليتخذوا من جنات الفردوس نزلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركهم على المحجة البيضاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أصغوا أسماعكم إلى قول الله جل وعلا في محكم التنزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عباد الله، هذا حث من الله عز وجل لأمة الإسلام، أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، إلى المسارعة إلى دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما بناها مقاول لم يعرف البناء، ما نفذها مقاول لم يعرف التوجيه. دار بناها الله بيده. أمة الإسلام، سارعوا إلى جنة مفتاحها لا إله إلا الله، وأسنان مفتاحها هي شرائع الإسلام. فمن جاء بمفتاح له أسنان فتح له أبواب الجنة، يعني إذا قال لا إله إلا الله وأقام شرائع الإسلام التي بني الإسلام عليها، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فهذه هي أسنان المفتاح لا إله إلا الله. ومن جاء بمفتاح ليس له أسنان أوشك أن لا يدخل الجنة. كل يقول لا إله إلا الله، ولكن لا إله إلا الله تحتها أقوال وأعمال. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. عباد الله، أبواب الجنة ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من
الله واسع، فقد يدعى الإنسان من جميع الأبواب، كما أخبر رسول الله أبو بكر رضي الله عنه. أمة الإسلام، ما بين مصراعين من مصارع الجنة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيم من الزحام. أمة الإسلام، بناء تلك الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. للمؤمن فيها خيمة، خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. عباد الله، إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها، يخرج إليها أهل الجنة فيتحدثون في ظلها. عباد الله، هناك جنتان فيهما من كل فاكهة زوجان، وجنتان فيهما فاكهة ونخل ورمان. وليست تلك الفواكه والنخل والرمان كهيئتها في الدنيا، وإنما الاسم هو الاسم والمسمى غير المسمى. أمة الإسلام، قد ذللت قطوفها تذليلا، إن قام ولي الله تناولها بسهولة، وإن قعد تناولها بسهولة، وإن اضطجع تناولها بسهولة. كلما قطع منها شيئا خلفه آخر، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، متشابها في اللون والهيئة، مختلفا في الطعم، هكذا أرزاقهم بكرة وعشيا، من غير كذب ولا تعب ولا عناء، وذلك من فضل رحمة من فضل أرحم الراحمين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين من الموت، آمنين من الحروب، آمنين من الزلازل، آمنين من تسقط الصفوف، آمنين من الهرم، آمنين من المرض، آمنين من كل خوف. ومع ذلك تجري من تحتهم الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. لا يقطع الرؤوس ولا يزيل العقول. فهذا النعيم يا أمة الإسلام، والله ثم والله، هو النعيم الكامل. ومع هذا، فإن الواحد منهم يعطى قوة 100 رجل في الجماع والطعام والشراب، ليأكلوا من جميع ما طاب لهم، ويشربوا من كل ما لذ لهم، ومع ذلك فهم لا يغولون ولا يتغوطون ولا يكفلون، فإن طعامهم يخرج جشاء ورشحا مع أجسادهم كريح المسك. لا إله إلا الله، يا له من فضل عظيم. لهم في الجنة أزواج مطهرة، ما عرفت الأسواق، ما تبرجت في الأسواق، ما أخرجت العضدين والساقين والنحر حتى تفتن المسلمين في أسواقهم، بل هي عفيفة في جنة الخلد، مطهرة من الحيض والنفاس ومن كل أذى وقدر، أنشأهن الله إنشاء فجعلهن أبكارا. إذا جامعها زوجها عادت بكرا كما كانت. أمة الإسلام، جعل الله عز وجل زوجات أهل الجنة عربا أترابا، والعرب هي المرأة المتوددة إلى زوجها باللطافة،
لا تطمح إلى غيره لأنها لم ترى الفيديو وهو يعكس إليها الأفلام الخبيثة، ولم ترى التلفاز وهو يعرض عليها الأفلام والتمثيليات السخيفة، ولم تسمع الأغاني الماجنة متوددة إلى زوجها باللطافة ولين الكلام، ومع ذلك فهن على سن واحد، ولا تباغض ولا تحاسد في الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفوق ذلك أنهم فيها خالدون لا يبغون عنها حولا ولا هم عنها مخرجون، ينادي منادي أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشقوا فلا تهرموا أبدا، وفوق ذلك أن الله أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وفوق ذلك كله ما يحصل لهم من التلذذ برؤية رب العالمين إذا كشف لهم الحجاب الذي بينه وبينهم فهم يرونه عيانا بأبصارهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وهي صلاة الصبح وصلاة العصر. عباد الله، إن سألتم عن أهل الجنة، عن أهل هذه الجنات وساكني تلك الغرفات، هم الذين وصفهم الله في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ارتضى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين عن كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي صرف همة أوليائه عن الركون إلى دار الغرور، فاغتنموا بقاءهم فيها بالأعمال الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، وتقربوا إلى ربكم بفعل الطاعات تنالوا عنده رفيع الدرجات. فقد سمعتم في وصف الجنة ما لذ وما طاب، وقد ورد في الحديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف
من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم بدا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم، أمة الإسلام رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. من هم هؤلاء الرجال؟ أهم الذين أنشقوا أنيابهم في الدنيا وانجرفوا في سيرها المغرق، أم هم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، أم هم الذين يخدعون ويغشون في المعاملات، أم هم الذين عاشوا على انتهاك الحرمات واقتراف الكبائر مثل أكل الربا وأكل أموال اليتامى وارتكاب الزنا واللواط وشرب الخمور ولعب القمار والميسر والشطرنج؟ كلا والله يا عباد الله، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وحق لهم أن يسموا رجالا، لأنهم بخلاف المجرمين العصاة المنحرفين الذين يجرون أذيالهم وراء الشهوات ويبيعون آخرتهم بدنياهم حتى يوافوا القيامة بالإفلاس والخيبة والخسران، والعياذ بالله من ذلك. أين أولئك يا عباد الله من الذين لم تغرهم الدنيا بزغارب زخارفها البراقة ولم تخدعهم بسرابها؟ أين أولئك من الذين أشبعوا رغباتهم؟ أين هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؟ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى الحصير قد أثر بجنبه الشريف، ويقول عمر وهو يبكي: يا رسول الله، الروم وفارس يجلسون على الحرير والذيبات وأنت على هذا؟ ثم يرد عليه صلى الله عليه وسلم بالرد المقنع الجميل: إنها يا عمر لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأين الاقتداء يا أمة الإسلام؟ لقد جرفت المدنية الزائفة الكثير حتى ألجأهم الأمر أن يأتوا بالفروشات والأزات من بلاد بعيدة. كل ذلك ماذا يعود؟ يعود على التفاخر والتكاثر والانهماك في الترف الذي هو السبب في نسيان الآخرة ويوم المعاد. أمة الإسلام فكروا جيدا، فإن القصور العالية وما فيها سيعود إلى الدمار والخراب، وسكانها إلى الموت والقبور فالتيس من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أيقظنا من سنة الغفلة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم ارزقنا القناعة من هذه الدار، اللهم خفف حملنا من هذه الدار، اللهم خفف ظهورنا من الأوزار، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم
اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاء يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا وسوء الأمراض والأسقام عنا وعن جميع المسلمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً سحاً غدقاً نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على أكثر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. خلاص الصف، أتم الصف الأول فالأول، من رأى منكم فرجة فليسدها، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. استووا وتناظروا في الصف، إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الملك القهار العظيم الجبار، خلق الجنة والنار، فأعد الجنة لعباده الأخيار، وأعد النار لمن تعدى الحدود من العصاة والتجار، فسبحانه من إله عظيم متفرد بصفات الكمال والاقتدار على كل شيء. أحمده سبحانه وأشكره على فضله المدرار،
وأسأله أن ينجينا برحمته من النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله المختار. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البراءة الأخيار، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فإن تقواه هي الوقاية من عذاب النار. عباد الله، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أيها المسلمون، في الجمعة الماضية سمعتم ما أعد الله لأوليائه في الجنة من النعيم المقيم، وسوف تسمعون في هذه الخطبة ما أعد الله لأعدائه في نار جهنم، نعوذ بالله من النار، فإنها دار البوار، دار البؤس، دار الشقاء والعذاب الشديد، دار من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يسكنها إلا الأشرار من خلق الله، من الشياطين ومن أتباعهم من الكفار والعصاة الذين تعدوا الحدود وعصوا الله ورسوله واتبعوا الشيطان. قال الله فيهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم، وحذر من عداوة الشيطان، فإنه الشيطان يدعو حزبه ليكونوا معه في السعير في نار جهنم. وما أدراكم ما هي؟ هي والله في مكان في أسفل السافلين، وأبعد ما يكون من رب العالمين وأرحم الراحمين. طعام أهلها الزقوم، وهو شجر خبيث الطعم لا يسمن ولا يغني من جوع، ينشب في الحلق يتجرعه ولا يكاد يصيبه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ثم إذا أكلوا ذلك الطعام التهبت أكبادهم عطشا، استغاثوا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وهو الرصاص المذاب، يشوي وجوههم حتى يتساقط اللحم. فإذا شربوا على كره وضرورة قطع أمعاءهم ومزق جلودهم، هذا شرابهم كالمهل في حرارته وكف ضيقه في نسم ريحه وخبزه. أما لباسهم فلباس الشر والعار، قطعت لهم ثياب من نار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، فلا يقيهم هذا اللباس حر جهنم، وإنما يزيدهم اشتعالا وحرارة، ولا يستطيعون أن يقوا به وهج النار وحرها عن وجوههم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم الجلود،
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. عباد الله اتقوا النار، اتقوا النار عباد الله، اتقوا النار فإن حرها شديد. إن ناركم هذه قد فضلت عليها ب69 جزءا، نارا يصلاها المجرمون. قال الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. يرتفع بهم اللهب حتى يصلوا أعلاها، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. عذابهم دائم لا يفتر، وهم فيه مبلسون، يتكرر عليهم فلا يستريحون، ويسألون الخلاص منه ولو ساعة فلا يجابون. يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وتقول لهم الملائكة: ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلن يستجاب لهم، لأنهم لم يستجيبوا للرسل حينما دعوهم إلى الله، فكان الجزاء من جنس العمل. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد الله عليهم على وجه الإذلال والإهانة: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فحينئذ ييأسون من كل خير ويعلمون أنهم فيها خالدون، فيزدادون بؤسا إلى بؤسهم وحسرة إلى حسرتهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فعند ذلك لا ينفع الندم، حينما يسارون إلى نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نار إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تتقطع منهم القلوب، فإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، وهي تفور وتكاد تميز من الغيظ، أي تكاد تتقطع من شدة الغيظ والحنق والغضب على أهلها، فهي دار حالقة غضبا على أهلها وهم في جوفها، فما ظنكم أن تفعل بهم؟ عباد الله اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار عباد الله، احذروا أن تكونوا من أهل النار. ولقد بيّن الله لكم صفات أهل النار وصفات أهل الجنة جملة وتفصيلا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم بارك
ذلك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشكره واساله المزيد من فضله العميم، ونعوذ به من نار الجحيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الارض والسماوات، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب الايات والمعجزات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المسارعين إلى الخيرات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فقد حذركم من أليم عقابه وتوعد العاصين بالنار. فاحذروا عباد الله النار، فإنه لا صبر لكم عليها ولا مهرب لكم عنها ولا مفر، ولن ينجيكم منها إلا تقوى الله عز وجل والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بينما الناس في كرب القيامة وأهوالها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها تغيظا وزفيرا من شدة الغضب، فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب، وجثت الأمم على الركب، وعاين الظالمون سوء المنقلب، وخرج المنادي قائلا: أين فلان ابن فلان؟ المسوف نفسه بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل، فيبتدرونه بمقامع من حديد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد وما فيه من الزمهرير والصديد، فعياذا بالله من النار وما فيها من العذاب. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وروي عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا في أقصى السوق لسمعه، وسمع أهل السوق صوته وهو على المنبر، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. رواه الإمام أحمد. اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شد عن جماعة المسلمين شد في النار. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، واجعل الجنة هي مأوانا يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين.
أئمتنا وأئمة وولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ول على المسلمين الأخيار، اللهم ول على المسلمين الأخيار، اللهم ول على المسلمين الأخيار في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتنا وجميع ولايات المسلمين في من خافك واستقاك واتبع رضاك وحكم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة المهتدين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من الغارقين. اللهم أسقنا سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة عاجلا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على اخر نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. تناظروا في الصف، إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها،
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.